ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض، ينفع لمناسبات، ينفع لعيد ميلادي، ينفع لو انتي عروسه برضك، وكمان ده حبيت اعمله في عيد الحب. هنسموكي بني في الوان اللي هي الترابيه، وهدخل معاه اسود، وهدخل معاه كمان لون يعني بنيات اللي هي الشمر. وتعالوا بقى بينا نبدا الفيديو عشان ما اطولش عليكم. اول حاجه هستخدمها بتاع فور ايفر كونسيلر، هاخده ان انا احطه فوق عيني كبرايمر. انت لو عندك برايمر ممكن تستخدميه، بس انا بحب استخدم كونسيلر، فهستخدم اللي هو بتاع فور ايفر 52 درجه 001، وده اتكلمت عنه في فيديو برده قبل كده، هسيبه لكم فوق. هو ده، هاخده احطه على جفن العين. هجيب معايا لما بطبطب بصباعي بحس ان اللون بيركز اكتر، لكن لما بعمل بالبرش او الاسبونج يعني كده بحس ان اللون بيقل. فانت على حسب انت حابه تعملي بايه يعني. هثبت بقى الكونسيلر فوق عيني بالبودر، هستخدم بتاعه كاترس الشفافه. وهثبتها برضو بايدي، احط بايدي يعني. طبعا احنا انا بثبت الكونسيلر فوق عيني ليه؟ عشان الاي شادو ما يخشش في الخطوط، وكمان ما يكلكعش فوق عينيا او اللي هو ما يدمكش كمان، فعشان كده انا بحط بودر. انا كده خلاص ثبت فوق عيني، هستخدم بقى باليت الاي شادو دي. البلد دي طبعا زي ما انتوا شايفين الالوان بتاعتها حلوه جدا. هستخدم اللون ده اللي هو بني فاتح، وهحطه على قصرة العين بس من فوق، ان انا هحاول ده اللون هيبقى اللون الانتقالي، فانا هحطه هنا. بستخدم البراش دي. وخدوا راحتكم جدا في الدمج، ملاش تستعجلوا عشان الالوان تطلع مظبوطة. وبعد كده هاخد اللون البني ده، هاخد اللون ده وهحطه تحت اللون اللي انا حطيته، يعتبر برضك عند كسرة العين. وما تاخدوش كتير، لو انتوا عايزين اكتر ممكن تكتروا، لكن في الاول ما تاخدوش كتير عشان اللون ما يتكتلش فوق عينيكم، ميعرفوش متعرفوش تدمجوه. وزي ما انتوا شايفين انا بستخدم الفرشة من تحت، وخليكي خفيفة ما تستخدميش من هنا عشان اللون ما يتكتلش عند عينك ويبقى صعب في الدمج، فانا بستخدم من هنا وحركات دائرية خفيفة. لو انت عينك مبطنة قوي فحاولي تطلعي فوق الكسرة شوية. كده هياخد البراز دي وهتقل اللون تاني، نفس اللون، لون البني، وهتقل بيه عند كسرة العين. وبعد كده هجيب الكونسيلر اللي انا استخدمته في الاول اللي هو فور ايفر 52، وهستخدم البراش دي. وهياخد من الكونسيلر كده حاجة بسيطة جدا،
واحدد الجفن المتحرك. تمام، وبعد كده هستخدم البلات بتاعت ميسلين اللي هي الصغيرة، هستخدم منها اللون البلاك اللي هو اللون ده، وهحطه عند زاوية عند خارج العين وزاوية العين. ومش هاجي عن الحتة اللي في النص دي، مش هاجي جنبها. وبستخدم البراش دي، وبعد كده هتقل اللون البلاك اللي انا حطيته، هتقله بالكحل بتاع فور ايفر 52 لون البلاك. تمام، هتقل اللون الاسود، وبعد كده هاخد اللون الشيمر ده مدي على نحاسي اللون ده، وهحطه في نص العين. بعد كده هستخدم فونديشن، انا لسه مخلصتش العين، بس الاول هحط فونديشن واظبط بشرتي الاول، هعمل بسرعه يعني. فانا هستخدم الاثنين فونديشن دولت، واحد من فيت مي درجه 120 ولوريال درجه 10، هخلط الاثنين مع بعض. طبعا لازم تكوني مرطبه بشرتك كويس لان ده تقيل شويه، فانا هاخد منه حته صغيره. بعد كده هاخد البراش بتاعت الفاونديشن وهدمج بيها الفاونديشن اللي على بشرتي، وبعد كده هستخدم فور ايفر 52 كونسيلر اللي انا استخدمتها في الاول، وهفتح بيها تحت عيني والمناطق اللي انا عايزه افتحها. بعد كده هستخدم الكونتور بتاع ام ان، هاخد الدرجه البني الغامق وهعمل بيها كونتور لوشي، هستخدم البراش دي هعمل بيها كونتور. وبكده انا كده خلصت الكونتور بتاع الوش، هدمجه. هدمج الاول الكونسيلر اللي انا حطيته في الاول، كده هدمج الكونتور اللي انا عملته بالبرش دي. بعد كده هثبت الكونسيلر اللي انا حطيته ووشه كله اغلبيته يعني بالباودر بتاعت اماندا اللي هي شفافه رقم واحد.
بعد كده هستخدم الكونتور البودر من لاجر. وبعد كده هشيل اللوز باودر اللي انا حطيتها في وشي، هشيلها. وبعد كده هستخدم بلاشر بتاع ميسي، هستخدم برضك البالت اللي انا استخدمتها فوق عيني، وهاخد الدرجات اللي انا استخدمتها فوق عيني، هاخد اللون البني وهحطه تحت عيني. وبعد كده هاخد اللون الفاتح اللي انا استخدمته برضو، هستخدم اللون ده اللي انا استخدمته في الاول تحت اللون اللي انا حطيته. وبعد كده هستخدم كحل بتاع فرق 52 وهحطه جوه عيني، وهنزله شوية عند خط الرموش. وبعد كده هدمجه بالبراش دي وحاول انزله لتحت شوية عشان ادمجه مع لون البني اللي انا كنت حطاه. وبعد كده هحط هايلايت من قدام بتاع ماري لو، وهرش بالمثبت عشان اللون يبقى قوي شوية، وهحطه عند مدمع العين. وحسيت ان اللون مش قوي شوية، في هاخد من البالت دي، هاخد اللون الجولد اللي هو ده، وهتقل شوية. وبعد كده هستخدم مسكرة من مسكرة ايسانس اللي هي الفوشيا اللي هي دي، وكده انا كده شلت الزوايد بتاعه المسكره. وحابه ان انا اركب رموش زي ما قلت لكم، فانا هستخدم البالت بتاعه الرموش اللي هي الكوريه، فانا هستخدم البالت دي.